النجم أحمد عز عمل نفس اللي عمله مع زينة في مصر مع فنانة لبنانية، كان ما بينهم حب لمدة 6 سنوات، بعدها بالجواز، ولكن يوم الخطوبة هرب وتخلى عنها. الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدي فجرت مفاجأة عن علاقة جواز سرية بين أحمد عز والفنانة اللبنانية هيفا وهبي. قالت نضال الأحمدية إن عز كان بتجمعه علاقة حب بهيفا لمدة طويلة، وذلك بعد طلاقها من أحمد أبو هشيمة. تم تحديد الخطوبة، المفروض إن عز كان هيسافر لبنان عشان يخطب هيفا، ولكن عز مسافرش لبنان وقفل تليفونه وما حضرش الخطوبة. هيفا حاولت تكلم عز أكتر من مرة لكن عز ما ردش عليها. بعد ما فتح تليفونه بعد كام يوم رد عليها وقال لها كل شيء نصيب، أنا مش بتاع جواز. طبعا لما قالت نضال الكلام ده كلنا افتكرنا موضوع عز مع زينة وإزاي كان في علاقة بينهم وخلف منها توأم بدون زواج رسمي، وكمان ما اعترفش بولاده واتبرى منهم وقال أقسم بالله دول مش ولادي، ولكن تم إثبات نسب الأولاد له واجبرته المحكمة بالاعتراف بها. محدش عارف ليه عز خلع من هيفا وتراجع عن إتمام الخطوبة والزواج منها، يمكن شاف هيفا بدون فلاتر وفوتوشوب زي الصور المنتشرة ليها الأيام دي في موسم الرياض، عشان احنا اتصدمنا لما شفنا هيفا من غير فلاتر وفوتوشوب لأن كلنا في ذهننا هيفا صاروخ الجمال والدلع، لكن ظهرت بشكل تاني خالص، وكمان سنها اللي عدى 50 كان ظاهر قوي في الصور دي، ده اللي خلى الجمهور قال كله طلع صناعي، والجمهور مسكتش خالص، وانتقادات الجمهور لهيفا بطريقة سخيفة على شكلها بعد فشل عملية التجميل أو من غير فوتوشوب ولا فلتر. هيفا اتجوزت مرتين رسمي وثلاث جوازات في السر، الأولى سنة 1990 من ابن عمها نصر فياض، خلفت منه بنتها زينة، استمرت الجوازة دي 4 سنين. الجوازة الثانية من رجل أعمال أحمد أبو هشيمة سنة 2009 استمرت 3 سنين، بعدها كان في إشاعات إن هي اتجوزت من حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، ولكنها ما أكدتش الجوازة دي. تاني جوازة في السر كانت من الفنان الخليجي عبد الله بن خير، وهو صرح قبل كده إن هما كانوا متجوزين، لكن هي برضو ما أكدتش الجوازة دي. تالت جوازة كانت من مدير أعمالها محمد الوزير، وهو قال إن هما كانوا متجوزين في السر ونشر عقد الجواز، لكن هي ما أكدتش الجوازة دي، لكنها بعد كده رفعت عليه قضية تهمته بالسرقة. تفتكروا ليه أحمد عز خلع من جوازة هيفا وهبي؟